والناس الحقيقة من امبارح ملهاش سيرة طبعا غير حفل الزفاف الأسطوري الخاص بالأمير الحسين ولي عهد الأردن وعروسته الجميلة الآنسة رجوة الحسين. والحقيقة امبارح ما كانش فرح الأردن بس، ولكن كان الوطن العربي كله بيحتفل بالفرح ده. يمكن الناس كلها اتكلمت عن التنظيم، عن الشياكة والبساطة والفساتين والمعازيم، وكان في الحقيقة أكتر من موقف لفت نظرنا كلنا. ولكن أنا يمكن الموقف اللي استوقفني ولفت نظري حاجة تانية خالص. حد خد باله امبارح قبل كتب الكتاب من إخوات العريس الأميرة إيمان والأميرة سلمى وهم واقفين ورا العروسة، وكل ما ديل الفستان يتني يعدلوه، كل ما يتكسر يظبطوه، أو يحصل فيه أي حاجة يوطوا يعدلوه ويظبطوه ويفردوه. وأنا هنا يا جماعة بتكلم عن أميرتين مش أي حد، نسيوا أي لقب وأي منصب وافتكروا أنهم إخوات العريس وبس في يوم زي ده. شوفوا الفرحة اللي في عينيهم، شوفوا اللهفة اللي مالية وشهم، شوفوا ماشيين وراها ماسكين ليها الفستان بحب وبطيب خاطر بصفاء نية بفرح من قلبهم. ده كله شفناه في الفيديو بتاع امبارح أو في مجموعة الفيديوهات اللي كانت موجودة. هم عارفين انهم بيعملوا كده مش بس ليها ولكن كمان لاخوهم. وناس كتير يمكن سالت قالت ليه ما يجيبوش حد، هو كان الحقيقه سهل قوي ان هم يجيبوا اي واحده من المساعدات او الوصيفات تاخد بالها من الفستان وديل الفستان وتظبط الديل وتظبط المش عارف ايه وتقعد تجري ورا العروسه يمين وشمال وهم ياخدوا بالهم من نفسهم ومن فساتينهم ومن شكلهم وما يفرهدوش نفسهم. ولكن رغم ان ده متاح ما عملوش كده. ليه ما عملوش كده؟ أعتقد وفي اعتقاد ناس كتير جدا شافوا الفيديو إن عشان يكسروا أي حاجز بينهم وبين العروسة، عشان يعرفوا إنها خلاص بقت أختهم وبنتهم واحدة منهم. ده في الأساس يودينا لسؤال، ده سببه إيه؟ إن الحما في الأصل جميلة، مش حما ولكن كمان أم العريس روحها حلوة، إنها في الأول وفي الآخر ست ربت ولادها في بيت كل حب واحترام ورقي، ملكة. يعني شوفوا الملكة رانيا لما بتتكلم عن العروسة من أيام الخطوبة بتتكلم عنها إزاي وبتقول عنها إيه، بتقول رجوتنا ورجوة في عينينا وعين الحسين والرجوة اللي رجوتها أو رجوتها من ربنا لابن الحسين. يعني لما بترجو ربنا لحاجة، إيه الجمال ده؟ شفتوا الموضوع بسيط إزاي يا جماعة؟ احنا بنتكلم عن ملكة وأميرات، حب وتقدير لا أكتر ولا أقل، وبعدها كله هيبقى زي الفل. يا ريت البنات والستات في كل مكان يستوعبوا درس التقدير ويتعلموا حاجة من فرح امبارح. الموضوع مش حرب خالص. أنا وإنتوا تعرفوا بنات الأيام دي لما يجوا يتجوزوا بيشترطوا على العريس إن بنات خالته ما يحضروش الفرح وبنات معينة من قرايبه ما يحضروش الفرح. ليه يا ماما؟ هيخطفوه منك يا حبيبتي، ما هو جالك برجليه. ما هم لو عايزين يخطفوه منك كانوا خطفوه منك من زمان من قبل ما يعرفك. فخلي عندك ثقة في نفسك واعرفي إن محبتك لجوزك أو عريسك من محبتك لأهله. حبي أهل عريسك وإنتي حبي مرات أخوكي واحتويها وحسيها دايما انها بقت واحده من العيله، بقت اخت ليكي مش واحده جايه من بره تأمم اخوكي وتستحوذ عليه.